أرضي هي وطني، ولدت عليها وأرغب في تحسينها. أريد أن يتحدث العالم عن أوكرانيا ليس بوصفها بلداً ثانوياً يصدر الخامات، وإنما بلد يصنع منتجات ذات جودة عالية تحظى بطلب واسع. وكي تصبح العلامة التجارية صنع في أوكرانيا تعني الجودة في كل شيء، سلع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، كل ما يصدر هو منتجات ذات جودة عالية 100%. يوجد تحت إشراف تراس مازر مجمع متكامل لتربية الماشية، ولقد انتهجت تربية الماشية لإنتاج اللحوم، الثيران والأبقار والأغنام والماعز، ولقد بحثوا عن كل سلالة ونوع فاختاروها ويربونها، وهكذا أعادوا إحياء المزرعة في غضون 3 سنوات. كانت في الواقع مزرعة مهملة في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. انهارت المباني ونمى العشب في كل مكان. وضعت أمامي بوصف مديراً لمشروع تربية الماشية مهمة وضع استراتيجية وخطة لتربية الأغنام والثيران. تقرر استيراد الماشية من الخارج، من المزارع المالكة للوراثة الصحيحة. استوردنا هذه السلالات مثل هيرفورد، وهي سلالة من الأبقار، وسلالة أنغوس من ألمانيا، كما واستوردنا من النمسا أغناماً من سلالة مارينو، وهي من السلالات اللحمية، واستوردنا ماعز البور. لقد تكيفت جميعها مع ظروف التربية بشكل جيد، وننمي الآن عدد القطعان. الفكرة الأهم عند تراس هي إنتاج اللحوم الرخامية، خصوصاً أن إنتاج مثل هذه اللحوم اللذيذة في أوكرانيا ما يزال قليلاً جداً، لذا يسعى لاحتلال مكان رائد في هذا الحقل. نفضل الأنواع التي تميل إلى اللحوم ما يسميها الرخامية. اللحوم الرخامية لحوم تحتوي بين العضلات على طبقة من الدهون تذوب لتعطي اللحم الغضاضة أثناء الطهي. أما السلالات مثل شارولي وأكيتان الشقراء فلحومها خالية من الدهن، وهي أشبه بلحم العجل الذي يحتاج إلى مضغ كثير وهو غير غض، ولكنه ليس سيء. أما نحن فنهدف للحصول على لحوم ذات جودة عالية، على لحوم رخامية كتلك الموجودة في كندا ونيوزيلندا. اللحوم الرخامية أكثر غناً من اللحم البقري العادي بمحتوياتها من المستخلصات النيتروجينية وحمض البنتوثينيك والبيوتين. تنشط هذه المواد الوظيفة الإفرازية للجهاز الهضمي وتساهم في استقلاب المغذيات بشكل أفضل، كما وتساهم اللحوم بنشاط في طرح المواد الضارة من الجسم. لحم الثيران الرخامي هو واحد من أفضل اللحوم في العالم، وأول ما ظهر في اليابان في منتصف القرن 19، وعلى وجه التحديد في الجزر المحدودة المراعي، ما دفع إلى تطوير هذه الطريقة للحصول على مثل هذا النوع من اللحوم. علف المزارعون اليابانيون العجول بالحبوب لمدة تصل إلى 300 يوم، في حين أن الأوكرانيين تناولوا المسألة من الناحية العضوية وأنشأوا لهذا الغرض المزارع المتكاملة. الإنتاج العضوي الحقيقي مستحيل من دون اتجاهين رئيسين، وهما زراعة النباتات التي توفر الأعلاف لتربية الماشية، وتربية الماشية التي يمكننا بفضلها الحصول على الأسمدة العضوية. نختار الثقافات الزراعية المختلفة لإنتاج العلف، ونركز بشكل رئيس على الفصة، وهي من الثقافات البقولية المنتشرة على نطاق واسع في أوكرانيا، ولدينا مساحات شاسعة مزروعة بها، وهي بعدد العناصر المغذية تتوافق مع متطلبات الحيوانات الفيزيولوجية الأساسية، كما هناك ثقافات أخرى توفر نظاماً غذائياً أكثر توازناً، حيث تستخدم جذوع الذرة المجففة والشعير والشوفان، كما وأن استخدام 4 و5 ثقافات يسمح بتوفير نظام غذائي للحيوانات على مدار السنة. الولايات المتحدة وأستراليا هما المصدران الرئيسان اليوم للحم البقر الرخامي للسوق العالمية، وهما يركزان على استخدام سلالات الماشية المؤهلة وراثيا لتكوين اللحوم الرخامية، وتربية مثل هذه الثيران من التوجهات الواعدة. دعم الدولة للزراعة وتربية الماشية العضوية من الأولويات،
ولديهما الأفضلية، فالإنتاج العضوي مجرد طريقة معينة معتمدة للإنتاج الزراعي وإنتاج السلع الغذائية. فإن جميع المنتجين العضويين كما وجميع المنتجين لديهم إمكانية على الأساس العامة للمشاركة في أي برامج لدعم تقدمها الوزارة، وترتبط البرامج في المساعدة على شراء الحيوانات المؤصلة، أي أنها الماشية التي يمكننا من خلالها الحصول على المنتجات، بالإضافة إلى بناء وإعادة بناء مزارع تربية الماشية والمنشآت والمعدات، وهذا مهم جداً. استخدمنا في العام الماضي برنامج التعويض الجزئي لشراء الموارد الجينية، أعني الحيوانات، وزادت في هذا العام الدولة تمويلها للقطاع الزراعي، ونأمل أن تدعم المزارعين في المستقبل بشكل لائق. ما زال هناك الكثير حتى تحصل مزرعة تارس مازر على تصنيف مزرعة للتكاثر، ولكنهم يحاولون هنا بالفعل تهجين سلالتي هريفورد مع أنجوس وفقاً للتكنولوجيا الكندية، أو مع ليموزين السلالة صاحبة العضلات. ومن يدري، ربما سيمكن الحصول من تزاوج سلالة هريفورد الحاملة حلقة في أنفها مع الحسناء الرمادية الشبيهة بثيران القوافل على نوع جديد من اللحوم الرخامية. الزراعة بالنسبة لتراس مازور شغف جديد. قبل 3 سنوات لم يسمع المسؤول في المدينة أي شيء عن حقل تربية الحيوانات، حتى أنه شاهد الماشية من بعيد، ولكنه اليوم يبدأ صباحه من جولة على المزرعة، ومن دون مشاركته لا يجري لا إعداد القش ولا إعادة بناء الحظائر. جاءت الراس إلى مزرعتنا كمدقق حسابات، شاهد يومها الحيوانات وقرر أن يزاول تربيتها. أحضر الكثير من الأشياء إلى المزرعة. بدأنا من 8 نعاج، ولم نكن نعلم إن كان هذا القطاع سينمو. اليوم لدينا حوالي 300 نعجة، نفس الشيء بالنسبة للأبقار. عند قدومه لم ننظر في هذه المسألة، ولكن بفضل اقتراحه أصبح لدينا اليوم 100 رأس للتكاثر، وسنزيدها إلى 300 هذا العام. نحاول إطعامها العلف العضوي، ولقد حصلت معظم حقولنا تقريباً على شهادة العضوية. نحاول إعداد كل القاعدة العلفية بأكملها من هذه الحقول العضوية لنحصل بالنتيجة على منتجات عالية الجودة. يتذكر المزارع مربي الماشية نفسه عندما انتقل إلى العمل الجديد حاملاً معه مشروعاً مائياً، حيث كشف التفتيش الذي أجراه يومها أن نظام الإمداد بالماء المتهالك كان السبب في موت الأغنام في المزرعة. تشرب الآن الحيوانات المياه العذبة من البئر الارتوازية. نستخدم في مزرعتنا نظاماً حديثاً لترشيح وتنقية المياه. تستهلك حيواناتنا المياه النقية المطهرة من مختلف أنواع البكتيريا بالأشعة فوق البنفسجية والمنقات ميكانيكياً من الشوائب الرملية، كما وتخضع المياه لخفض مستوى الحديد فيها. تقول يفدكية لدفينينكا أن رعي الأغنام يتطلب مراعاة شاسعة، وعملت سابقا في المزرعة القديمة كأخصائية في التلقيح الاصطناعي، وهي الآن مشرفة على قسم التوليد. إنهم مثل الأطفال، خاصة في صغرهم، عندما تولد وتتحدث إليها وتطعمها من الحلمة. النعجة تلد حملين، وتوجد حالات عندما تلد 3. كان لدينا 50 نعجة، ولدت كل منها 2، ولقد صار لدينا 100 رأس صغيرة، جلبوا لنا 100 رأس أخرى لاحقاً. تنمو الحملان المريان بسرعة، فتصل في 3 أشهر إلى الوزن التجاري 50 كيلوغراماً. لحمها طري وصحي. ستظهر هذا العام في المزرعة بيوت للدواجن. يخطط تراس مازور لتربية الدواجن من أجل لحومها مثل الدجاج والدجاج الغيني. والمفرح أن المزرعة تضم قسماً لتجهيز اللحوم. ما بدأناه الآن لم يكتمل بعد، لذا لا أستطيع أن أقول أنني سعيد،
حين أكمل وأحقق جميع رغباتي وأرى كيف يجب أن يحدث كل شيء هنا، سأقول بالتأكيد حينها أنني سعيد 100%، ولكنني ما زلت الآن في الطريق. هل سأعود إلى ما كنت أزاوله في السابق إلى نشاط تدقيق الحسابات؟ سأقول لكم لا، فما أقوم به اليوم يعجبني أكثر. هذه الطاقة عندما تبني بشكل مستمر وتعيش في إيقاع ما، كل شيء جديد. عندما يجري تطوير المزرعة بشكل مكثف وتتدفق الأفكار الجديدة باستمرار، وعندما تصطدم بهذا تدرك أنه يمكنك أن تفعل أفضل مما فعلته في الأمس. لذا هذا يجذب ويضيف شغفاً كثيراً.